السلام عليكم ورحمة الله. أول ما نبدأ بالحلقة ديالنا اليوم هو التسريب الصوتي ديال حفيظ الدراجي اللي كي المهم سمعوا اش تيقول على خوتو وعلى نفسه مدام الانتماء هو واحد. القوانين وذكرت بأنه الكاف اخترقت قوانين أمام أنظار رئيس الفيفا اللي عنده عدد أعضاء وأكثر من عدد الدول المعترف بها على الصعيد الدولي. وكان جو هذو الصحراء، وكان جو عندهم ايكيب تاع فوتبال، وكان يديروا ديموند في لا فيفا، يدخلوا عادي جدا. هما اللي بهاي ما عندهم لا ايكيب تاع فوتبال لا والو، ما هما اللي بهاي ما عندهم لا ايكيب تاع فوتبال لا والو، ما هما اللي بهاي ما عندهم لا ايكيب تاع فوتبال لا والو، ما وتضيعون هذو من على راسها تاع والديهم كاع. فهمت؟ الناس تصطاد في المياه العكيرة وكل حاجة تكتب ضد المغرب، ولا كيفاش؟ ما كانش حتى حاجة ضد المغرب، ما كتبته ضد انفانتينو وضد الفيفا وضد هذا الكلب تاعنا تاع هذا، اوف خير الدين زتشي هذا، نعلت الله عليه. هذا الكلب تاعنا تاع هذا. إخوان الأخوات، سمعتوا هذا الرجل المستوى الثقافي ديالو كيفاش داير؟ يعني لا الحضيض لا هو ولا أفكاره ولا حتى الطريقة ديالو باش كي يوصف الناس والبشر بهذه الطريقة هذه. يعني إنسان كيعبر وكيوصف لنا وكيوصف للعالم شكون هو وكيفاش داير وأخلاق ديالو كيفاش دايرة. هذا الرجل هذا اللي كتوظفو أو وظفته المخابرات الجزائرية أو السلطة في الجزائر، السلطة ديال العسكر، باش يقلب الموازين. يعني بعد فشل ديالها في الدبلوماسية السياسية يعني معروفة دوليا، يعني بالفشل ديالها، بيوظف سياسة أخرى اللي هي سياسة الرياضة أو الدبلوماسية الرياضية. هنا عيطوا لي الجنرالات وقالوا لي ودي حنا الله يرحم والدينا حنا راه فشلنا، ما هو دبلوماسي سياسي يعني اللي كاين في العرف عالميا انه كيفاش كيتعاملوا الدول مع الدول، دير لنا يعني الدبلوماسيه الرياضيه اقتباسا من واحد المقابله اللي كانت السبب، يعني مباراه ديال البين بون كانت السبب ديال الصلح ما بين الامريكان والصين في الثمانينات. الاشكال اللي كاين هو انه هذا السعيد الدراجي باش قال لك جاي كحله عمها، بدا بهذا التسريب هذا فاش عيطوا ليه، يعني سرب هذا او تسربات يعني واش بالعاني يعني مقصوده او ما مقصوداش. المهم تسرب هذا لانه عارف العمل ديالو غادي يكون فاشل ويكون السبب ديال الهلاك ديالو ربما. ولهذا كنشوفوا بانه هاد الناس بيستغلوا او بيوظفوا جميع الامكانيات ديالهم كما العاده للاطاحه بالمغرب والسمعه ديال المغرب، لا رياضيا ولا سياسيا ولا اقتصاديا وما الى ذلك. ولكن الحمد لله هيئات ثم هيئات، يعني فين بيوصلوا كيفاش بيوصلوا بعد ما جربوا كاع الوسائل وجميع الامكانيات اللي سخروا باش يضروا المغرب. المغرب الحمد لله غادي الطريق ديالو بثبات وعلى خطى ثابته والحمد لله رب العالمين. الله يهدي الجيران ديالنا والله يحفظ ملكنا والله ينصر الشعب المغربي كافة وقاطبة من نجدة حتى لطنجة ومن طنجة حتى القويرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.